السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ كيني أحمد عبد يوسف يوتيوب كيكة دواني سانا أستاذ أحمد ديري كسو دواغة دمان أصحابتي دقالي من والباء الدنيا ذاك جوكتا وحينو سعودي عشر ردي نتحناها إما دا دي حسابتي إما دا في السيسك قارها وحينو سعودي عشر ردي أما امتحاناتكي تحناها يقيبت سومان لانتا يقيبت بوتلان أيا إنو سعودي إن شاء الله بإذن الله تعالى هذا وحنو مريني قيبتي فيزيكسكا اي سومال لانتا بارتي 2 اي نو كمريني وحنو بلافينا ان شاء الله باذن الله تعالى بارتي 3 هذا والله صعد وعن وسؤاشا كوية تونات Mutual induction is the process of inducing current by using هذا وحبك اللي يرادو Mutual induction كا حبك ساقد وداكسيغا وحبك اللي قصو ساري يو كورنتوضو يدو الله استعمال يو 2 coils Place it side by side a coil moving over a stationary magnet, a magnet moving inside a stationary coil, a magnet and a coil moving together. Marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa ee ayay inoo noqonaysaa mar walba marka laga hadlayo mutual induction waxa la isticmaalaa waa two coils ayaa hadii jeer la isticmaalaa marka su'aashaas waa su'aashi koyo tumnaad hadaba su'aasha la yootumnaan si fiican u fiiri سؤال اللي لبيه تمناد واحد هاي ستا صور كهالك كوغو صويرن ان وكويا لطوبي اللي بعرف لو اسمي A E B ومكنت با in to the coil ايا لا يردين عنو north the figure below shows north pole of a magnet pushing into a coil of a wire which of the following statement is a correct هذا با كوغو ميا كو صحبا ليري هذا لابن صوص عمر كا A current flows in the direction shown by the arrow. هذا بقول قولك جهاد وصعد وحي نوت المامية. Arrow good. B and B becomes south pole. لنا عم بيوح النقونيسا. South pole أي النقونيسا. The effect is called motor effect. هاب كان أمو بروسيس كود عين motor effect. And B لنا عم بي attracted the magnet. Magnet كأي سو تشيدينيسا. Good. أوكي مركا جواب تصح ذا وحي النقونيسا. A أو A ذا سمحي نوت المامييسا. Current flows in the direction shown by the an arrow. جهذا أطول ما هذه يجر أطول ما ميسو أما إنه كطول ما ميسو وأقول قل كتنبيت كأي صحة أنت كل هذه يجر وخلد مكا. Good. سؤال صدحية تمنات وحلي إن الراديو transmitter the function of the modulator is to. ها. هذا بالراديو transmitter كوحلي يرادو وكان لو استعمل الراديو waves كا جدبيها function كو قوانيا modulator كم حون قوانيا. A Add EF signal to RF carrier, separate RF carrier from the AF signal, amplify the AF signal, amplify the RF carrier the signal. Marka jawaabta saxda ee modulator ka function kiisa ku saxa hadii jir waxay noqonaysa B ay noqonaysa B aya saxa marka good. Question 14 which of the properties belongs to digital signal? هذا واحد يستانت ويلون الديجيتال سيجنال ما دام هذه يجر عقيدة كسر براتي تلكومينيكيشن كا فيزيكس كا فون فوركا وهذه يجر كهلا وإسجارسينت أيوه هذه يجر كشكية مركا good مركا جوابت صح هذا الحين نقول نسي بي أي صحسن أو آه it consists of high and low zero and one value قيمة يا شهادة يجر أيوه ينو كت المام يا وقيبت هذه يجر استامه ويلون الديجيتال سيجنال كهذه يجر سؤاش شنية تمنات which of the following properties of waves is illustrated by the diagram below حتى بصور كسوسع حولي أستعمها كصحة wave كهذه الدرقاب ودحمرية هبك وباهية وعربتا وهبك الإرادو هذه يجير diffraction وهبك باهيدة قيبتا هذه يجير diffraction كمارك properties of waves لقاها الله هذه يجير اوكي مركا قيبتها سادي يتروح وقيبتي كتوردا وحينو كمرينا سؤاشي شن ايه طبنات ايه نو كمرينا ان شاء الله بإذن الله تعالى